أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي، مناهج أب ستريم بي 2، معكم مصر أحمد فوزي، والنهاردة ميعادنا مع الوحدة التاسعة يونت 9 البارت 2 الجزء الثاني، اللي هي طبعا Every Man to His Test. طبعا في البارت 1 احنا طبعا شرحنا الفوكاب اللي هي الكلمات والإكسبريشنز التعبيرات، وطبعا الفريزز الجمل، وحلينا عليها اكسرسايز تشوز رايت. وفي البارت 2 هنتكلم على الجرامر اللي هي القواعد المهمة، وهنشرحها مع بعضينا ونحل عليها exercises choose or write. بالنسبة للجرامر بتاع الوحدة التاسعة يونت 9، معنا طبعا أول حاجة على الجرامر هنا هي طبعا قاعدة if، اللي هي الفيرست كونديشنال، اللي هي الحالة الشرطية الأولى. طبعا الحالة الشرطية الأولى هنا بيجي بعدها present simple اللي هو المضارع البسيط، وفي الجنب التاني او الجملة التانية بيجي will او may او can plus الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر. يعني يجي يقول لي هنا you will pass your exams, I will buy you a new computer. يعني انا انت طبعا لو هتنجح في امتحاناتك انا هشتري لك ايه new computer. يبقى هنا لما اجي استخدم بقى القاعدة بتاعت هنا اهو if you pass اهو present simple، طبعا بنحط الفعل في المصدر مع مين، مع I وي ويو وزي. يعني نقول if you pass if طبعا ايه if they pass. اوكي طبعا هنا بيه بنحط الفعل في المصدر، لكن لو قال طبعا if he او if he passes او if she passes. اوكي او if you pass your exams، لو انت هتنجح في امتحاناتك I will buy her. I will plus infinitive I will buy you a new computer، هشتري لك كمبيوتر ايه جديد. طبعا ده حالة شرطية أولى. ممكن بقى نستخدم قاعدة اف برضو، يجي بعدها present simple plus infinitive اللي هو الفعل في المصدر، ودي بتكون طبعا بالنسبة لل express about polite requests، طلبات بطريقة مهذبة، أو orders اللي هي الأوامر. يعني أقول لك إيه if you meet Omar، لو أنت هتقابل Omar tell him. tell him على طول أهو أدي infinitive أهو، يبقى tell him the meeting is cancelled، يعني المقابلة إيه اتلغت. بعد كده طبعا هي قاعدة if الحالة الشرطية التانية اللي هي second conditional sentence، ودي طبعا هنا if بيجي بعدها past simple. past mean simple، وهنا في الجنب التاني بقى would أو might أو could plus infinitive. يعني will هتبقى would و may تبقى might و can تبقى could، ويجي بعدهم الفعل في المصدر، ودي بتعبر عن ايه imaginary situations، يعني مواقف خيالية which are contrary to facts، يعني ايه مش ماشية مع الحقائق، يعني in the present في الوقت الحاضر. فيجي هنا يقول لك he isn't tall، he isn't ايه tall، هو ما يكونش طويل، so he can't join the basketball team، عشان كده ما يقدرش ايه يلتحق بفريق ايه الباسكتبول تيم. فتيجي تقول هنا القاعدة بتاعتك if plus best symbol if he were tall، لو هو كان هو طويل he would join، كان هيلتحق the basketball team، أو he could join the basketball team. أوكي أو يقول if he was playing today، لو كان بيلعب ايه النهاردة today we would have a better chance of winning، كنا طبعا هيكون عندنا فرصة جميلة ليه للفوز. If I went to the parks، طبعا ها went اهو past simple، لو انا ذهبت البوكس officially I could get front row seats، طبعا ايه كنت ايه قدرت ان انا احصل على المقاعد الامامية. او if طبعا if it weren't so late، لو هي ما كانتش متأخرة we could go on a picnic، كنا احنا رحنا ايه في بيكنيك رحلة. دي قاعدة اف الحالة ايه التانية. ممكن نستخدم طبعا قاعدة اف هنا في الحالة التانية، ممكن نستخدم where instead of was، بدل هنا ايه was for all subjects لكل ضمائر الفعل. احنا عارفين طبعا ايه ان اي بتاخد was وهي بتاخد was وشي تاخد was. اوكي وي تاخد وير ويو تاخد وير وزي تاخد وير، لكن هنا قال لك لا احنا هنستخدم وير مع كل السبجكتس اللي هي ضمائر الفاعل اف كلاس تايب 2. طبعا في قاعدة اف في الحالة التانية بوس واز اند وير ار كوريكت، والاتنين هما ايه صح.
هنستخدم قاعدة إيه في الحالة التانية للنصيحة، زي لما أقول لك كده giving advice، إيه لما أقول if I were you، لو كنت مكانك هستخدم هنا would might could plus infinitive. فأقول هنا إيه if I were you I would tell him the truth، لو كنت مكانك أنا كنت هخبره إيه بالحقيقة، أو if I were on your shoes، لو أنا مكانك I would buy the red car، كنت هشتري العربية إيه الريد الحمراء. Yes. لما أقول لك you should study harder، لازم تذاكر بجد، بدل ما أقول لك you should study harder أقول لك if I were you I would study harder، لو كنت مكانك أنا كنت ذاكرت بإيه بجد، معناها كده I advise you to study harder، أو my advice to you is to study harder، أو you had better study harder، أو you have to study harder، وكل ده معناه if I were you، if I were you. أما بالنسبة لقاعدة إف في الحالة الشرطية الثالثة اللي هي إيه؟ third conditional، بيجي طب بعدها طبعا اللي هو past perfect اللي هو had plus البي بي، وهنا طبعا بنحط would أو might أو could، بيجي بعدهم have plus مين؟ البي بي اللي هو التصريف الثالث للفعل. دي برضو express imaginary situations، مواقف طبعا خيالية، which are contrary to facts in the past. أقول he came late، هو أتى طبعا متأخر أهو، so he missed the train، عشان كده هو إيه فاته إيه القطار. لما أجي أستخدم القاعدة بتاعتي هنا بقى أقول إيه if he hadn't come late، لو هو ما كانش أتى متأخر he wouldn't have missed إيه wouldn't have missed the train، ما كانش فاته ايه القطار. ادي hadn't بلس البي بي، وادي wouldn't have بلس ايه البي بي، دي قاعدة اف في الحالة التالتة. او لو ما اقول طبعا if they had invited، ادي had وادي البي بي اهو، لو هم دعوني I would have gone، انا كنت رحت ايه to the party، ادي had بلس ايه البي بي، وهنا would have بلس البي بي. أو لما أقول if it hadn't been raining today، لو ما كانش بتمطر النهاردة اليوم كله we would have gone، أدي would have plus ال بي بي، would have gone to the beach. أو لما أقول if we had known، أدي had known أو أدي would be، if we had known about the rain، لو كنا عرفنا عن المطر هنا نقول إيه بقى we would have taken shelter earlier. أو لما أقول if I had been watching the news، لو كنت بشاهد الأخبار I would have plus BB، would have known the match result، كنت عرفت طبعا نتيجة الماتش. ده بالنسبة لقاعدة if الثلاث حالات، if الثلاث إيه حالات. بيجي بعد كده عندنا جزء مهم جدا ناخد بالنا منه يا أولاد، حاجة اسمها mixed conditionals، ودي قواعد if المختلطة، حاجة اسمها ميكسد كده. يجي هنا بقى ايه خلاص احنا مش هنرتبط بالقاعدة بتاعتنا في الحالة الأولى، نقول ايه اف بلس بريزنت سيمبل، يجي بعدها ويل وكان ومي والانفينيتيف، وقاعدة اف طبعا يجي بعدها ايه الحالة التانية بست سيمبل، يبقى الجنب التاني يبقى كان ولا كود ولا وود ولا مايت، ونحط بعدهم الانفينيتيف، او القاعدة التالتة اللي هي هاد والبي بي، يبقى في الجنب التاني وود هاب بلس البي بي. لا تعالى هنا شوف بقى قاعدة اف الميكس تبقى ايه، يجي هنا طبعا situations in the past يعني مواقف في الماضي، تيجي ال results in the present النتائج تيجي في بقى في الحاضر، يبقى قاعدة اف هنا ميكسد، هنا past simple والنتيجة هنا present simple. ازاي هنا بقى؟ زي كده لما نقول ايه I missed the plane، اهي شوف هنا missed هنا past simple، هو كده فاتوا الطيارة أو الطائرة، هنا I'm not in Egypt now، أنا مش دلوقتي في مصر، أنا مش دلوقتي إيه في القاهرة now، أو مش في مصر دلوقتي. يبقى لما تيجي تستخدم قاعدة if أهو استخدمتها هنا hadn't missed the plane، يبقى if I hadn't missed the plane، لو أنا ما كانتش فاتتني الطائرة I would be، I would be in Egypt now، أدي would plus infinitive، would plus إيه infinitive. الجزء التاني بقى لما تكون situations in present، لما تكون مواقف في المضارع، يجي هنا النتيجة تبقى في الباست، past
تبقى فين فين في الباست. فاقول I don't speak French, I don't speak ايه French, يبقى هنا خدت بالك اهو don't speak present. تعال شوف هنا الريزلت didn't understand the film, ما فهمتش الفيلم. يبقى لما اجي استخدم هنا اقول if I spoke French, لو انا كنت اتكلمت الفرنسية I would have understood the film, كنت قدرت افهم ايه الفيلم. فهمنا القصة دي, دي قاعدة اف اللي هم الميكسد اللي هي المختلطة. ده بالنسبة لي للثلاث حالات بتوع ايه اف. جزء بعد كده هو حاجة اسمها alternatives to if اللي هي البدائل بتاع قاعدة if. لما اقول provided that بشرط ان, as long as طالما, وده بيجي بعدهم complete sentence جملة كاملة, unless لو لم ده النيجاتيف بتاعها, ده complete sentence برضو يجي وراها ايه جملة كاملة. what if برضو ماذا لو يجي بعديها complete sentence, suppose او say افترض ان برضو complete sentence, imagine تخيل ان يجي بعديها complete sentence, I wish و if only برضو complete sentence, should اللي هي لو برضو يجي بعدها infinitive without a to, where لو كنت يجي بعديها برضو مفعول to plus infinitive, had يجي بعديها جملة كاملة phrase عبارة بدون فعل, بعد كده had معناها لو يجي subject plus be be, unless يجي بعدها complete sentence بس ده negative, but for معناها برضو لولا, يجي بعدها noun gerund أو noun, without بدون يجي بعدها noun أو gerund أو noun, in case of في حالة يجي بعدها noun gerund noun. أوكي, وادي الجمل مديهالنا اهي, ممكن نقراها اهي بعد ايه عشان بس ما نطولش في الشرح. بعد كده عندنا جزء اللي هو الريرايت. تعال نشوف معنا شوية ريرايت على قاعدة اف عشان نقدر ايه نفهم الكلام ده. بيقول الريرايت هو حاجة بيقول له you should slow down or we will crash, يعني بيقول له هد شوية السرعة يا اما احنا هنعمل ايه تصادم. هل استخدم ايه اف دي؟ طبعا قاعدة اف في الحالة الكام؟ الحالة الاولى. تعال نشوف نحل مع بعضينا ونفهمها. نمبر 1 بيقول لي ايه هنا في نمبر 1؟ هيقول لي اف يو, لو انت ايه بقى, اف يو دونت سلو داون, يعني انت لو مش هتهد السرعة اوكي we will crash, we ايه will crash, يعني احنا هنعمل ايه تصادم. بعد كده الجملة اللي بعد كده هي number 2. في number 2 بيقول لي she is getting a driving license then she will buy a car. طبعا هي بتحصل على ايه اللي هي طبعا الرخصة, عشان كده ايه هتسوق ايه تشتري سيارة. اوكي, قال استخدم ايه if. خدت بالك من هنا اف؟ طبعا هو جايبها لك ايه هنا, جايبها لك سمول, يبقى تحطها في النص. تحطها فين؟ في النص. يبقى لما تيجي تجاوب تقول ايه شي اوكي will buy a car, يعني هتشتري سيارة, ونحط اف في النص اهو. اف شي gets, لو هي ايه gets a driving license, ونيه نكمل جملتنا license. في number 3 بيقول لي ايه بقى؟ في number 3 question number 3 بيقول لي in case of fire, في حالة الحريق try to leave the building. هل استخدم ايه if؟ استخدم ايه if؟ يبقى لما تيجي تشتغل هنا على قاعدة اف برضو على الحالة الأولى تقول له اف ايه اف, أو هنا طبعا أوامر, if there is a fire, لو هيكون في حريق هنا تقول له ايه try, وتكمل بقى ايه try to leave the building, يعني حاول تترك ايه البولدينج اللي هو المبنى. في number 4 بيقول study hard or you will fail. هل استخدم ايه unless؟ لو تستخدم unless وتجيب بعدها جملة منفية
يبقى unless you study hard على طول، يبقى unless you study hard. لو انت مش هتذاكر بجد هنا مفيش حد ايه ما بيذاكرش بجد وهينجح، هنا تقول له ايه you won't you will fail، you will ايه fail يعني انت ايه هتسقط. yes you will fail. في number 5 بيقول لي he isn't good at football، هو مش كويس في كرة القدم، so he isn't in the school team. فهل استخدم قاعدة if برضو؟ قاعدة if هنا فهو if he was، طبعا was aware، okay if he was good at football، لو هو كان كويس في كرة القدم he would، he would أو could، he would أو إيه he would أو could، he would be. جبت بي منين هنا بقى؟ الانفينيتيف من isn't، الانفينيتيف ايه من isn't، يبقى he would be in the school team، يعني هيكون فيه كان هيبقى في فريق المدرسة. وفي question number 6 بيقول لي he isn't fit because he doesn't practice in sport. هل استخدم if؟ يبقى طبعا هنقول ايه if he practices in sport، هنا طبعا if اهو if he practices او تستخدمها قاعدة if في الحالة التانية. اوكي فقول if he practices if he practices in sport، لو هو طبعا اتدرب على اي رياضات، هنا طبعا نقول he would can he would be fit، كان هيكون لائق بدنيا. في question number 7 you should study hard، you should study hard على استخدام if، طبعا if هنا في حالة ايه النصيحة، فأقول if I if إيه؟ if I were you، لو أنا كنت مكانك هنا طبعا أقول إيه؟ I would كنت study hard، I would study إيه؟ hard. كنت ذاكرت بإيه بجد، ودي قاعدة في الحالة كام التانية. في number 8 بيقول هو بروك ذا لو، بروك ذا ايه لو يعني كسر القانون، so he was arrested. هل استخدم قاعدة اف؟ تاخد بالك ان هنا الجملة في الباست هتجيبها طبعا قاعدة اف في الحالة ايه التالتة، نقول ايه بقى he wouldn't have يبقى wouldn't have arrested، he wouldn't have ايه arrested okay been arrested، ما كانش هيتقبض عليه طبعا. هنا نقول له ايه بقى if he hadn't broken the law، اللي هو ايه القانون، لو ما كانش كسر ايه القانون. بص بقى معايا هنا كده على القاعدة، ادي wouldn't have been اللي هو ايه would have plus ال بي اهي yes، وهنا بقى اللي هي ايه hadn't broken اللي هي had plus ال بي، وده قاعدة تفعل على كام الحالة التالتة، الحالة كام التالتة. هات بعد كده number 9 وشوف بقى قاعدة كام ده كده، بيقول لك she was hurt اتعورت because she wasn't wearing her seat belt، لأنها ما كانتش لابسة طبعا ايه الحزام بتاعها. هنستخدم ايه هنا بقى؟ هنقول بقى هنا لو كانت لابسة حزامها يبقى نقول if she had
been wearing لو كانت مرتدية حزامها her seat belt. الجملة التانية بقى هنا ايه بقى؟ she wouldn't have يبقى she wouldn't have hurt اهو wouldn't have ايه been hurt ما كانتش ايه اتعورت. اللي بعد كده question number كام؟ 10. خد بالك ده كانت قاعدة اف برضو الحالة التالتة فين في number 9 بيقول لك we didn't have enough money to buy the car طبعا احنا معناش فلوس كفاية عشان نشتري العربية فهل استخدم if استخدم ايه if يبقى نقول له هنا طبعا if we had had في ناس كتير قوي بتقعد بقى تعلق على حتة هاد هاد دي بص هي هاد الأولانية دي بتاع طبعا past perfect اللي هو هاد وهاد التانية دي اللي هو البي بي اللي هو التصريف التالت من مين من هاف اهي اوكي يبقى if we had had enough money لو كان معانا فلوس كفاية يا نقول له يبقى we would قاعدتنا اهو would have bought كنا اشترينا ايه the car ده ايه car اللي هي السيارة. بعد كده question number لو خدنا بالنا هنا بقى في الجملة بتاع number 11 هنا بيقول لي هنا بقى ركز كده في الجملة دي بالذات I'm tired الجملة هنا present وهنا blade هنا ايه بقى لعب يبقى هنا الجملة نصها present ونصها ايه past يبقى دي جملة كده mixed هنا يعني مختلطة بقى شوف انت هتحلها ازاي بقى طبعا هنا situations هتبقى فين في past perfect اهي يبقى نقول بقى if I hadn't played لو انا ما كنتش لعبت ماتش فوتبول ايه ماتش yesterday لو انا ما كنتش لعبت ماتش كورة امس اوكي هنا تقول ايه بقى I wouldn't ايه be I wouldn't be tired ما كنتش هبقى ايه متعب ما كنتش هبقى ايه متعب اوكي اهي ركز كده في الجملة هتلاقي شوف الأزمنة هنا hadn't بلس البي بي هنا would be بس يعني would بلس infinitive يبقى دي قاعدة ايه mixed يبقى wouldn't be tired. وفي الجملة اللي بعد كده number 12 بيقول لي the exam wasn't easy برضه هنا الجملة هنا wasn't easy past simple وبص هنا كده I'm not I'm إيه not present simple yeah يبقى هنا الامتحان ما كانش سهل سواء I'm not happy لما تيجي تجاوب تقول لي بقى if the exam had been easy لو هو كان سهل هنا بقى I would النتيجة هتبقى بس دي would plus infinitive I would be happy I would be happy يبقى لو الامتحان كان سهل جدا I would be happy كنت هبقى ايه مبسوط برضو دي mixed تعال نشوف الجملة اللي بقى كده number 13 في number 16 بيقول I'm always busy so I never joined a sports activity برضو هنا بص الجملة هتلاقيها ايه ميكسد ادي ام وادي هنا مين never joined ادي joined بس سيمبل لما تيجي تجاوب انا تقول له يبقى I would have joined a sports activity
if I wasn't busy، لو انا مكنتش ايه مشغول. ده بالنسبة ايه لقواعد ايه في الحالة ايه الاولى والتانية والتالتة والميكسد كمان معاهم. تعال نشوف بعد كده الجزء اللي بعد كده هيتكلم على ايه، على جرامر تاني. الجرامر اللي بعد كده برضو بيتكلم على wishes، امنيات. دي عبارة عن امنيات. الامنيات هنا بي wish او if only. لو الأمنية كانت في البريزنت فأنت بتجيب بعديها باست سيمبل. باست مين سيمبل؟ يعني هنا أنت، أنا فهمها لك كده بالراحة، لما to say that we would like something to be different from the real fact، أنت عايز حاجة تبقى مختلفة جدا عن الواقع اللي أنت عايش فيه في المضارع في الوقت الحاضر. هنا I'm not tall، أنت مش طويل، فبتتمنى لو أنت كنت طويل. فأنا حولت أم هنا was، أوكي؟ يبقى I wish إيه؟ I wish I was taller. برضه نفس النظام هنا، I'm not famous، أنا مش مشهور في الوقت الحالي. فأمنيتك دلوقتي بتقول إيه؟ I wish I were famous. برضه هنا أنت أمنيتك هنا don't play in the team، ما بتلعبش في الفريق، فتقول هنا I wish أو if only I played in the team. خد بالك ان هنا I wish و if only لا يختلفوا عن بعض خالص نهائيا، هما الاثنين نفس المعنى. هنا عندك تيست اهو tomorrow، I have a test tomorrow، عند امتحان بكرة. انت امنيتك ان ما يكونش في امتحان، فتقول I wish I didn't have، فانا جبتها هنا في الباست سيمبل او منفي. هنا برضو نفس النظام، I'm not coming، انا مش جاي. فهنا طبعا ايه امنيتك هنا بتقول ايه بقى، I wish I were coming with you. برضو هنا I'm not allowed، انت مش مسموح لك. فهنا تيجي تجيب الأمنية في البست، هنا تقولي I wish I could use my father's car، يعني هنا ايه اتمنى لو انا كنت استخدم ايه عربيتي بابا. الأمنية بقى لو كانت في الباست سيمبل، يعني امبارح، yesterday، last week، هتيجي بقى هنا to express regrets، انت بتعبر طبعا عن ندم about something which happened، حاجة حصلت لك or didn't happen او ما حصلتش in the past في الماضي. فهنا بتحط بعديها على طول ال past simple ال past perfect اللي هو head plus ال be. انت هنا بقى didn't go، انت ما روحتش مكان. فلما تيجي تتمنى تقولي I wish I had gone to the concert، اتمنى لو انا كنت ذهبت ليه للحفلة. هنا بقى امنيتك بقى ان انت ما تعلمتش تلعب كورة او تلعب اي حاجة او تعزف على الجيتار، فتقول I didn't learn to play the guitar او play it. فتقول هنا بقى I wish I had learned to play the guitar، اتمنى لو انا كنت اتعلمت اعزف على الجيتار. هنا طبعا regret not phoning here، انت ندمان ان انت ما اتصلتش بيها، فتيجي تقول هنا ايه I wish I had phoned here، اتمنى لو انا كنت اتصلت بيها. Unfortunately they told you، told هنا past mean simple، تقول I wish they hadn't told you. هنا I didn't study hard، ما ذاكرتش بجد. I regretted، طبعا ندمك ان انت ما ذاكرتش. هنا didn't have past simple، فتقول I wish I had studied harder، اتمنى لو انا كنت ذاكرت بجد. الجزء الثاني هو في ال wish و if only، هو التعبير عن حاجة اسمها ايه، express a wish in the future، أمنية فين في المستقبل. فبتستخدم would plus infinitive، would plus ايه infinitive. ممكن برضو نستخدمها لما احنا نعمل make polite requests، طلبات بطريقة مهذبة. أو ممكن نشكي complain about someone's behavior، سلوك شخص مضايقك. أو when we wanted to talk about having the ability or permission، عندنا قدرة أو إذن to do something. فأنا تقولي بقى هنا she wishes she would go to the party، هي أمنيتها إن هي تروح الحفلة بكرة. طب إزاي يا مستر، ده إحنا بكرة tomorrow ومستقبل، المفروض نقول will. الريل فاكت الواقع ان هي شي كانت جو، مش هتقدر ايه تروح. ف
فبتستخدم would plus infinitive، فبتقول سالي wishes she would go to the party. Yes. بعد كده هنا يقول لك I want her to come، يعني أنا عايزها تيجي، فتقولي I wish Sally would come to the party، تيجي للحفلة. عندك حاجة مضايقاك من حد، هو be quiet please، أنت بتقول له يعني إيه ده بيعمل نويز ضوضاء، فتقول هنا إيه I wish you would stop making إيه that noise، حاجة مضايقاك يعني. They are too small، يقول لك ايه I wish the classes would be bigger، طبعا انت نفسك ايه الفصول تبقى ايه كبيرة، فبتستخدم طبعا would be plus طبعا ايه الانفينيتيف اهو. تعال نشوف الجملة هنا، بيقول لك ايه you should slow down، you should slow ايه down، واستخدم ايه I wish ايه I will. لو بصيت على الأمنية دي هتلاقيها طبعا شكوى، هتلاقي شكوى، انت بتشكي من حاجة ان هو سرعته ايه كبيرة يعني، فعايز وطبعا ايه slow down يعني يهدي السرعة، فتقول له هنا I wish you would طبعا slow down، slow ايه down. yes. الجملة اللي بعد كده number two I regret I didn't choose a less stressful career، طبعا هو ندمه جدا ان هو اختار مهنة طبعا ايه فيها ضغوط كثيرة، فبيقول لك اتمنى لو انا كنت اخترت مهنة ضغوطها قليلة. لو بصيت هنا هتلاقي طبعا ايه الندم ده في الباست اهو على طول، يبقى تيجي هنا طبعا ايه هتستخدمها في الباست بيرفكت زي ما انا ايه علمتك، فهتقول له هنا if only I had، هتجيب التصريف الثالث من choose اللي هو chosen، يبقى if I had chosen a less stressful career، يعني اتمنى لو انا كنت اخترت مهنة اقل ضغوطا. في نمبر 3 بيقول لي هنا ايه I'm not good at English، طبعا هو هنا مش كويس في اللغة الانجليش، فأمنيته طبعا يتمنى لو كان كويس في الانجليش، فالأمنية هنا في البريزنت تبقى فين في الباس، يبقى I wish I was good at English، at English، أتمنى لو أنا كنت كويس فين في الانجليش. في نمبر 4 بيقول My computer is too slow، الكمبيوتر بتاعي بيكون بطيء جدا، طبعا امنيته هنا ان هو الكمبيوتر بتاعه يبقى بطيء فعايزه يبقى سريع، فطبعا هي في البريزنت از، فلما تيجي تجيبها تجيبها في الباست، فهتقول طبعا ايه if only my computer از تبقى was، طب هنا was هنقول was slow، لو انت هتحطها وزن سلو يبقى في حد بيتمنى الكمبيوتر بتاعه يبقى بطيء، يعني هتخليها وزنت ايه سلو، ما يكونش بطيء او تو سلو. يس. ولو انت عايز تخليها وزن عادي هتبقى صح، بس هات الاوبزيت من سلو يبقى فاست. نمبر 5 My dream is to be able to play for Manchester، هو طبعا أمنيته إن هو يلعب لفريق مانشستر، فهو طبعا أمنية دي في البريزنت أوكي، فنقول إيه هنا طبعا علشان في able to وقدرة والكلام ده، يبقى أنت هتستخدمها could، يبقى نقول إيه بقى I wish I could، وتكمل بقى ايه بلاي، تكمل ايه بلاي، ما تحطش ايبل تو تاني، ايبل تو هنا معناها كود اوكي، يبقى I wish I could play for Manchester. بعد كده question number 6 اخر حاجة طبعا I wanted to phone him to ask for his opinion، طبعا wanted to phone، طبعا انت هتقول له برضو I wish I could phone him،
to ask for his opinion. برضو نفس النظام، استخدمت could. الجزء اللي بعد كده هو طبعا استخدام would rather. اوكي، دي طبعا بتستخدم ليه؟ للتفضيل. would rather is used to express preference، يعني عندك حاجة بتفضلها، معناها طبعا أفضل. فأنت بتقول هنا إيه؟ عندك have two different structures، إيه؟ تركيبات مختلفة for would rather. أول جزء طبعا اللي هو إيه؟ بيجي بعدين infinitive، فعل في المصدر، وده إما تكون طبعا في ال present أو ال future. وطبعا would rather يجي بعدها إيه؟ perfect infinitive اللي هو ماضي تام، ودي بتكون طبعا في ال past. يعني أنا عندي لو هي في ال infinitive أقول I'd rather help you with that later، هساعدك ايه في الموضوع ده بعدين. would rather هيجي بعدها perfect لما اقول I'd rather have gone، كنت افضل الذهاب to the cinema with Tom yesterday. طيب زيها زي الامنية برضه بالظبط، يعني wishes و if only. لو انت خدت بالك منها، انت عندك تفضيل، التفضيل ده في البريزنت في الوقت الحاضر هتجيبه في البريزنت، لو التفضيل برضه في الفيوتشر. طب هو لو كان ال would rather ده التفضيل كان في ال past yesterday، هو استخدمه have gone أو had gone، يعني perfect. okay would rather يجي بعدها برضو ايه؟ infinitive than infinitive، يعني خد بالك عشان هيجي would prefer. طب would prefer كان هيجي معاها to، لكن هنا would rather هيجي فعل في المصدر وبعد كده than وبعد كده فعل في المصدر. يعني تقول ايه؟ I'd rather play football، يعني انا افضل ان انا العب football than play squash، عن ان انا العب ايه؟ سكواش. بعد كده برضو هنا would rather يجي بعدها subject past present او future، زي ما بقول I'd rather John told you about the plan، اتمنى لو انا افضل ان جون دوت كان اخبرك عن الخطة. او I'd rather you finish your homework before I leave، كنت اتمنى طبعا ان انت لو خلصت شغلك قبل انا مغادر. اوكي I'd rather يجي بعدها فاعل وبعد كده past perfect، زي ما قول I'd rather we had left، اتمنى لو ان احنا كنا ايه غادرنا home a bit earlier. yes. لكن prefer بقى بيجي بعدها verb plus ing او to gerund. لما اقول I prefer playing football to swimming، خدت بالك هنا prefer يجي بعدها ايه؟ جيراند اهو، وجي بعدها هنا تو اهو، واد سويمنج يبقى بيفضل لعب كرة القدم عن ايه؟ السباحة. ممكن بريفير يجي بعدها تو برضو، بس يجي قبلها نون ونون، يعني اقول اي بريفير اورنج جوس تو ابل جوس، انا بفضل هنا عصير البرتقال عن عصير التفاح. ممكن اقول اي بريفير مثلا ايه فوتبول تو مثلا ايه تنس. would prefer هنا to plus infinitive rather than plus infinitive، يعني اقول I'd prefer to pay in cash، خدت بالك هنا to pay in cash، لكن هنا rather than pay على طول by credit card. would rather يجي infinitive than plus infinitive، لكن would prefer يجي بعديها ايه؟ noun to noun أو to infinitive to infinitive، يعني أقول I'd rather pay in cash than pay by credit card. تعال نشوف جايب لنا شوية rewrite هنحلهم مع بعض بقى كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي على would rather would prefer والكلام ده. يقول I'd like to stay in a private room، على استخدم would rather. would rather شوف المستر قال لك ان would rather دي بيجي بعدها على طول الانفينيتيف على طول، فهي مش عايزين نحكي فيها كتير، فلما تيجي تحل اهو هتقول ايه؟ تعال شوف كده هتكتبها ازاي، نكتبها ازاي؟ اه نمبر 1 هتقول I would rather stay على طول، stay ايه؟ in a private room. yeah عشان would rather يجي بعدها infinitive. في نمبر 2 بيقول I'd like you not to be friend that boy، يعني انا افضل ان انت ما تصدقش الولد ده، انا استخدم would rather. طبعا برضو I'd rather I would rather okay you you didn't
didn't a befriend وتكمل ايه that boy. Question number 3 بيقول لي هنا you should see a doctor, this is a dangerous cut. هل استخدم ايه better؟ استخدم ايه better؟ طبعا هنا better بيجي قبلها had، يبقى you had better. هتقول له طبعا you had better ايه see a doctor على طول. هتقول له هنا ايه you had better see a doctor. see ايه a doctor يعني شوف دكتور، وتكمل الجملة بتاعتك عادي جدا اللي هي الجملة التانية اللي هي this is a dangerous cut. في number 4 بيقول له don't sit here، يعني ايه ما تقعدش هنا. طبعا استخدم had better، يبقى طبعا هتقول له هنا طبعا you had better، you had better not to sit here، ان انت ما تقعدش هنا. question number 5 بيقول له don't sit here، واستخدم I'd rather. I'd rather ايه؟ I'd rather طبعا هنا يجي بعدها past. اوكي يبقى تقول I'd rather you didn't sit here. sit here يعني ما تقعدش هنا. كنت أتمنى طبعا أو أفضل إن أنت ما تقعدش إيه هنا، يعني sit here. وبعد كده question number 7 بيقول لي if I were you I'd stop smoking at once. هل استخدم you had، you had إيه برضه هي دي هتبقى you had better. فطبعا هنا هتقول له you had إيه you had better اللي هي في number 7 أهو you had better stop smoking at once. وفي نمبر 8 هنا بيقول له you should apologize right away، لازم طبعا ايه تعتذر. قال استخدم better. هتقول له هنا برضو ايه you had better apologize right away. في نمبر 9 بيقول له why don't you tell the truth. قال استخدم ايه I'd rather. طبعا هنا هتقول له ايه I'd rather you told على طول. I'd rather you told the truth يعني كنت افضل ان انت ايه قلت الحقيقة يعني. بعد كده في نمبر 10 خد بالك بيجي بعدها past simple اهو told، ده الباست من تيل اللي هو ايه told. يبقى I'd rather you told the truth. في نمبر 10 بيقول لي work harder at school if you want a good career. هل استخدم better؟ استخدم ايه better؟ يبقى you had better، you had ايه، يبقى تقول له هنا ايه you had better work harder at school if you ايه want a good career. بعد كده في نمبر 11 بيقول لي you really need to think about your future. انت محتاج فعلا ان انت تفكر فين في المستقبل بتاعك. اللي استخدم had برضو هنا ايه هتبقى برضو you had better، يبقى تقول له you had better think about your future يعني انت افضل لك ان انت تفكر فين في المستقبل بتاعك. اوكي ده بالنسبة للحاجات اللي هي كانت على ايه I'd rather و had better. yes نشوف مع بعضنا كده الجزء على grammar exercise choose كده مع بعضنا. اول حاجة طبعا بيقول لك ايه if we had played better، لو احنا كنا لعبنا كويس we have lost the game. طبعا ما كناش ايه خسرنا الماتش. طبعا هنا ايه هنستخدم wouldn't، ودي طبعا قاعدة ايه في الحالة الكام التالتة. في نمبر 2 بيقول لي if he more careful he wouldn't have been injured، لو هو كان حريص جدا ما كانش اتعور. وخد بالك ان هنا wouldn't have been قاعدة في الحالة التالتة، يبقى هنا had been، had ايه been، يبقى هنا برضو التالتة had been plus ايه had plus be، وهنا would have plus be. في نمبر 3 بيقول لي if I was so scared، if I wasn't so scared، لو انا ما كنتش متعب. ودي هنا past simple. اوكي هنا طبعا هتاخد ايه I would do، كنت قدرت عملت ايه the parachute jump with you، دي قاعدة ايه في الحالة الكام الحالة التانية. في نمبر 4 بيقول لي she if we had explained the situation properly. طبعا هنا لو خدت بالك هنا قاعدة ايه في الحالة كام التالتة، لان had plus ال bb had plus ال bb يبقى would have agreed، يبقى نقول هنا ايه
she would have agreed if we had explained the situation properly. ودي قاعدة إف برضو الحالة الكام؟ الحالة التالتة. الحالة إيه؟ التالتة. في question number 5 بيقول لي had we more time. طبعا هنا لما استخدم had we more time هي had زيها بالظبط زي قاعدة إف بالظبط بمعنى إف. يعني معنى كده لو كان عندنا وقت كفاية طبعا هنا إيه؟ we to take photograph كنا هنقدر ناخد صور. طبعا هنا برضو إيه؟ يعتبر قاعدة إف الحالة إيه؟ التالتة هنا. فهنقول له إيه؟ would have stopped to take photographs. أوكي؟ يبقى دي برضو هنا كام؟ التالتة. في نمبر 6 بيقول لي I wish I more friends when I was at school. طبعا هنا الأمنية دي هنا كانت في الباست، لأن أنا بيقول لك لما كان في المدرسة. يبقى طبعا هنا إيه؟ I wish I had had. I wish I had إيه؟ هات تاخد بالك هنا، يعني كان بيتمنى لو كان عنده أصدقاء كتير كان إيه لما كان في المدرسة. نمبر 7 بيقول I wish I my ankle before the final match. طبعا هو كان طبعا حصل له التواء في الماتش الأخير هنا. طبعا هنا يبقى hadn't sprained. hadn't إيه sprained برضه هنا الأمنية في الباست. فنمبر 8 بيقول I'd rather stay in bed today. طبعا هو بيفضل ان هو يقعد في السرير او الفراش اليوم. I wish I much work to do. وبيتمنى لو هو ما عندوش شغل كتير يعمله. فتقول طبعا هنا ايه didn't have didn't ايه. questions اللي بعد كده number 9 بيقول I'd rather a football game. طبعا هنا I'd rather هيجي بعدها play فعل فين؟ في المصدر. في نمبر 10 هنا بيقول I'd rather for long but I had some important business. طبعا هنا أمنيته أو تفضيله إن هو كان يقعد لفترة أطول لكن عنده business إيه مهم. طبعا هنا هتستخدم إيه perfect إيه اللي هي have stayed. في نمبر 11 بيقول I had rather Andy. Andy طبعا ده حد يعني harder today. طبعا عشان today انت هتحط هنا ايه played، يعني لو كان لعب كويس ايه today. في نمبر 12 هنا بيقول I'd rather Andy harder yesterday. طبعا عشان yesterday هنا فهتحط مين هنا؟ هتحط طبعا had played. had ايه played harder yesterday. في نمبر 13 بيقول I'd rather you that it was a big mistake. يعني بتمنى ايه او كنت افضل انت لو ما عملتش الكلام ده لان ده خطأ كبير. فطبعا it was a big mistake ده كان خطأ كبير. فطبعا ده في الباس فانت هتستخدم هنا مين؟ hadn't ايه done. hadn't ايه done. في نمبر 14 بيقول لي we went to the cinema last night but I'd rather at home and watch the TV. برضو هنا خد بالك التفضيل هنا ان هو راح السينما الليلة الماضية وكان يفضل ان هو لو قعد في البيت وشاهد التلفزيون هنا. طبعا يبقى هنا ايه يا هتستخدم طبعا ايه الزمن بيرفكت. يبقى have ايه stay. ده have ايه stay. question number 15 بيقول I'd rather we tomorrow because I'm busy today. يعني اتمنى طبعا لو هو يتقابله بكرة عشان هو النهاردة ايه مشغول. فطبعا التفضيل هنا ايه هتستخدم met. تستخدم ايه met best. اوكي طبعا هنكتفي بالحاجات اللي احنا خدناها دي. شرحنا الجرامر كله يعتبر وحلنا عليه choose or write. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو. thank you goodbye.